كانوا الحمد لله في الموقع. كل عتاد الولايه، كل عتاد الاشغال العموميه وقطاع الاشغال العموميه كان في الموعد. هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الدوله قائمه يعني في امور هذه الحوادث. كان تدخل بسرعه. الشيء الذي ابطانا هو ايجاد الحلول، يعني البحث عن الحلول. في المرات القادمه ان شاء الله نستدرك هذه الاخطاء كعدد يعني الزوار الكثر اللي اكثرهم يعني ناظر اكثر منه عامل بطبيعه الحال اللي عرقل كثيرا سير الاعمال. لهذا هو اللي عطلنا شويه يعني حاجه طبعا ثقتهم في المهندس الجزائري. ما جبناش حاجه جديده، حفره وردمناها، ماشي يعني حاجه شيء كبير جدا يعني. الآن نعيش لحظات يعني إعادة فتح الطريق بعد ترميمه من قبل المصالح المختصة. وطبعا هذا الحادث يعني عرف تجنيد يعني مصالح كما سبق وذكرت، مصالح أمن الجزائر المختصة في الميدان، تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية، أين عرفنا على كل حال تسير حركة المرورية.